أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهار اليوم. الوكيل العام للملك يودع صاحب فيديو الاغتصاب الوحشي بسجن العرجات، عنوان تصدر واجهة يومية الأخبار. وكتبت اليومية: أفرز الفيديو الصادم المتعلق بحالة التعذيب الوحشي الذي تعرضت له فتاة من مواليد 1992 على يد مجرم من ذوي السوابق القضائية، والذي انتهى بموتها بعد أسابيع متأثرة بجروح وحروق بالغة الخطورة عجز الأطباء عن إسعافها. تقول اليومية: تطورات مثيرة قلبت مسار التحقيق الذي كان يخضع له المتهم، حيث تم عرضه يوم الثلاثاء على الغرفة الجنحية التلبسية التي اتخذت قرارا بتكييف الواقعة جريمة قتل عمد، وتمت إحالته أمس الأربعاء على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط وقاضي التحقيق من أجل استكمال الأبحاث التفصيلية قبل تقديمه للمحاكمة. التشهير بالقضاة فيسبوكي أمام العدالة، عنوان من يومية الأحداث المغربية. وتقول اليومية: إن النيابة العامة بابتدائية إمن تانوت بإقليم شيشاوا أمرت بإيداع شاب من نشطاء الفيسبوك خلف أسوار المركب السجني لودايا ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية تورطه في التشهير برجال القضاء وممثلي السلطة القضائية بذات المحكمة ورجمهم بالاتهام التي اعتبرت باطلة من طرف المستهدفين. تضيف اليومية: من يومية الأحداث المغربية إلى يومية الاتحاد الاشتراكي، وعنونت: رواندا تقرر فتح سفارتها في المغرب. وذكرت أن جمهورية رواندا قررت فتح سفارتها قريبا في المغرب حسب بيان رسمي صدر عن الوزير الأول. ووفق اليومية، فقد ذكر البيان أن فخامة الرئيس الرواندي بول غاغامي عين الشيخ صالح هابامينا سفيرا جديدا لرواندا في الرباط، ويأتي هذا التعيين أياما قليلة بعد الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إلى كيغالي، حيث سلم خلالها رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الرواندي. ما تعيشه السودان اليوم يستأثر باهتمام مختلف الصحف الدولية. صحيفة الشرق الأوسط تعنون: اتفاق السودان يواجه اعتراضات من قوى سياسية وحركات مسلحة، حيث وقع الفرقاء في السودان صباح أمس الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم، وسط اعتراض جهات سياسية على مضمون الاتفاق. ومن أبرز نقاط الاتفاق، تقول الصحيفة: تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير، تنضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. الحزب الشيوعي السوداني أعلن رفضه للاتفاق وتعهد بالتصعيد الجماهيري السلمي، معتبرا أن الاتفاق معيب ومنقوص ويعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية. من جانبها، صحيفة العرب اللندنية كتبت: عكس الاتفاق السياسي الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوم الأربعاء رغبة الأطراف الداخلية والإقليمية في المضي قدما باتجاه إنجاز المرحلة الانتقالية وإنهاء حالة الفراغ التي تهدد بتعقد الأوضاع السياسية والأمنية. مصادر قريبة من قوى الحرية والتغيير قالت إن الاجتماعات التي استمرت لأكثر من 10 ساعات هدفت بالأساس إلى اتخاذ خطوة سياسية متقدمة، حتى وإن استمرت بعض الخلافات التي اتفق الطرفان على إرجاء التوافق عليها إلى ما بعد تشكيل مجلس السيادة.
نختم مشاهدينا من صحيفة الشرق الأوسط وعنونة البحرين لاستضافة اجتماع أمن الملاحة في الخليج، حيث أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أمس أن البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لبحث أمن الملاحة في الخليج في الخريف المقبل. بدوره أعلن وزير الخارجية البحريني أن الهدف من الاجتماع المرتقب سيخصص لمناقشة كيفية مواجهة التحديات والاستفزازات الإيرانية في مياه الخليج. نهاية جولة اليوم من قراءة في الصحف، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.